مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله. إليكم ملخص الأحوال الجوية المتوقعة. حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على المملكة، ينتج عنها أمطار رعدية عشوائية في أماكن مختلفة، وهذه الأمطار أحيانا تكون غزيرة في بعض الأماكن. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع مشاهدينا. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط التي توضح أماكن الهطول. نلاحظ أن مساء يوم الاثنين وليلة يوم الاثنين على الثلاثاء ستكون الأمطار في معظم مناطق المملكة في أماكن مختلفة في زخات مختلفة الشدة، لكن بعد منتصف الليل تخف فرصة هطول الأمطار، وأيضا في الثلاثاء صباحا والثلاثاء الصباح الباكر أيضا، لكن يتجدد هطول الأمطار بعد الساعة 9 والعاشرة من صباح يوم الثلاثاء في المناطق الشمالية وبعض المناطق الوسطى، ممكن أيضا والمناطق الشرقية، لكن تكون فرصة هطول الأمطار في المناطق الجنوبية ضعيفة، لكن في الأقصى شمال المناطق الجنوبية ممكن يكون فيها أمطار. إذا أمطار يوم الثلاثاء بتكون متواجدة في المناطق الشمالية والوسطى وشمال المناطق الجنوبية والمناطق الشرقية من المملكة. أيضا الثلاثاء ليلا تضعف فرصة هطول الأمطار، وحتى الأربعاء صباحا أيضا يتناقص فرصة هطول الأمطار وتتلاشى، لكن الأربعاء ظهرا وبعد الظهر تتجدد فرصة هطول الأمطار في المناطق الشرقية من المملكة. والخرائط التي تبين الرياح، بنلاحظ أن الرياح بتكون تقريبا معتدلة السرعة بشكل عام، لكن هناك هبات نشطة أحيانا بتكون مثيرة للغبار والأتربة، خاصة مع تترافق مع الهواء الهابط من الغيوم الركامية والركام المزني وأحيانا بعد الأمطار. الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة يوم الثلاثاء: أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة مع سقوط زخات رعدية متفرقة من مطر أحيانا وعلى فترات، أحيانا تكون غزيرة وأحيانا تكون تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وتكون غزيرة تؤدي إلى جريان السيول والأودية في بعض الأماكن ولفترات محدودة. العظمى المتوقعة بحدود 22-23 والصغرى 16 درجة مئوية. يوم الأربعاء تستقر الأجواء تقريبا في المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية، لكن تبقى فرصة هطول الأمطار متواجدة في أقصى شرق المملكة، والأجواء بتكون تقريبا ربيعية لطيفة يوم الأربعاء وتظهر بعض السحب. العظمى المتوقعة بحدود 23 والصغرى 15، يعني تقريبا درجات الحرارة حول معدلاتها، أجواء ربيعية لطيفة نهارا لكنها تميل قليلا إلى البرودة ليلا. الخميس انخفاض آخر على درجات الحرارة، أجواء ربيعية لطيفة في النهار، درجات الحرارة أقل من المعدل بقليل، والعظمى المتوقعة بحدود 21-22 والصغرى 14. بحب أشير هنا إلى أن معدل درجة الحرارة العظمى في مدينة عمان في مثل هذا الوقت من السنة هو بحدود 24 درجة مئوية، وبنتوقع العظمى تكون يوم الخميس الأربعاء بحدود 23 والخميس بحدود 21 درجة مئوية. أما الأحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، نبدأ من المناطق الشمالية. زخات رعدية من المطر أحيانا، إربد العظمى المتوقعة 25 والصغرى 17، عجلون 24-16، جرش 26-18، المفرق 25-16 درجة مئوية. أيضا هناك فرصة لسقوط زخات رعدية من المطر مصحوبة بالبرق والبرد والرعد أحيانا وفي أماكن محددة. والبلقاء العظمى المتوقعة 23 والصغرى 17، مأدبة 23-17، البحر الميت والأغوار 31-24، عمان 22-16، والزرقاء 26-19 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية أيضا أجواء غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات رعدية من المطر، الكرك العظمى 23 والصغرى 16، الطفيل 22-16، والشراح 20-13، وما
عمان 26 إلى 17 درجة، وخليج العقبة 31 إلى 19 درجة مئوية. أما المنطقة الشرقية أجواء مغبرة وأيضا غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية من المطر أحيانا. الأزرق العظمى المتوقع 29 والصغرى 19، الصفاوي 28 18، والرويشد 28 إلى 17 درجة مئوية. أما التوصيات فبنوصي من والانتباه أيضا الانتباه من مخاطر تشكل السيول في الأودية والشعاب والمناطق المنخفضة نتيجة غزارة الأمطار أحيانا، الانتباه من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار الناتج عن الرياح الهابطة أو بسبب الرياح النشطة، أيضا الانتباه من تساقط برد كثيف في بعض الأحيان، ونرجو أيضا من مرضى الجهاز التنفسي والعيون أخذ الحيطة والحذر من زيادة تركيز الغبار أحيانا. ونرجو للجميع السلامة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع